مواكبة التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال وسيلة تتيح للمنظومة التعليمية الاستجابة لمتطلبات التنمية ببلادنا، لكن ذلك لن يتأتى دون تطوير مناهج التحصيل العلمي. هذا ما أكده الوزير الأول خلال إشرافه على بداية بث قناة المعرفة بمقر الوكالة الفضائية الجزائرية بالعاصمة عبر القمر الصناعي الكومسات. إن الدولة عازمة على تعزيز دور المدرسة والجامعة من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية والحاجيات الاقتصاد، فضلا عن المهام الأكاديمية والبحثية. ولبلوغ هذا الهدف يتعين على منظومتنا التربوية والجامعية مواكبة التطور في مناهج التحصيل العلمي بالاعتماد على المقاربات والوسائل التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبما أن قيم الانفتاح على العالم ترتكز على التحكم في اللغة الأجنبية، أضحى لزمن اليوم توسيع تدريس هذه اللغات وبالخصوص الحيوية منها. اللغات الأجنبية، تدريس اللغة الإنجليزية، تدريس اللغة الصينية، كذلك اللغات الأجنبية الأخرى، وطبعا كذلك اللغات الوطنية، أننا ندعم ونرفع مستوى لغتنا الوطنية. في عز أزمة كورونا التي أجبرت التلاميذ والطلبة على مغادرة مقاعد الدراسة، تأتي خانة المعرفة لتعويض هذا الغياب وتزويد المتمدرسين بما يحتاجونه من علوم في مختلف المجالات.